لم يبق إلا القليل بعدما فصلهم عن امتحاناتهم الكثيرة. ظروف مشعبة ومعقدة واجهت الطلبة العراقيين في هذا العام الدراسي، فبدايتها كانت بالتظاهرات العراقية الكبيرة والإضراب المتواصل عن الدوام الرسمي، ونهايتها بالجائحة العالمية كورونا لتؤجل الفصول الدراسية وبشكل مستمر حتى قرار وزارة التربية بالعبور والنجاح العام، ما عدا طلبة السادس الإعدادي التي ستكون امتحاناتهم في مطلع الشهر القادم، مع تأكيد الأساتذة والتدريسيين على ضرورة إجراء هذه الامتحانات مع إجراءات وقائية مشددة. أطالب بالجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الوقائية وبحزم، خاصة هذه حياة طلابنا. أطالب بإجراء الامتحانات نعم، بس بشروطها، يعني إجراءات الوقائية ما يكون بيها مجاملات أو يكون بها الحزم دائما، وذلك لأن حياة الطلاب أهم من الدراسة. التأجيل المتكرر لامتحاناتهم والذي جاء بسبب جائحة كورونا ولد الخوف والأزمات النفسية لدى أغلب طلبة المراحل الأخيرة في الدراسة الثانوية، ليكون تأكيد وزير التربية على عدم تغيير موعد الامتحانات كرسالة اطمئنان لهم. صرنا مشتاقين من الشهر السادس نقرأ، فتعبنا هواية، فلازم ننتهي بهذا الشهر مع إجراءات صحية شديدة. ونحن كوننا طلاب نرفض تأجيل امتحانات إلى شهر آخر، سنكون نفسيتنا تعبت كثيرا، لأن تأجيلها سوف لن يحقق شيء بسبب أن الوباء موجود. إذا تأجلت الامتحانات أو بقت موعدها سابقة لم تحدث من قبل، ففي كل عام دراسي يكون موعد الامتحانات النهائية لطلبة الدراسة الإعدادية المنتهية معلوم وقته، إلا في هذا العام فتكرار تأجيله سبب الرهبة لدى الطلبة، خصوصا وأن هذه الامتحانات هي تحديد لمستقبلهم. تأجيل يتلوه تأجيل امتحانات طلبة السادس الإعدادي حتى ثبت الموعد الأخير بعد أزمات نفسية كثيرة أصابت الطلبة في هذا العام الدراسي الصعب. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.